أتالي الحلو بلبنان. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك إيفا سروجي، صاحبة مؤسسة أفاق من لبنان. رح نحكي بهالوقت يلي موجود معنا عن المؤسسة، ورح نحكي عن هالمبادرات يلي بلشتوا فيها. خلينا قبل نشوف ليش أفاق من لبنان. مؤسسة أفاق من لبنان انطلقت بسنة 2015 حزيران. هي عبارة عن كتاب بيتضمن عدة شخصيات لبنانية بارزة، ونعمل له حفل بالطبع، وكان في إلا مواكبة للتلفزيون والصحافة، وكان اللي عم بيقدم هالحفل زميلكم ميشيل أزي مع الصحفية كمان ريما صيرفي. آفاق من لبنان، ليش حتى طلع هالكتاب؟ مين الأشخاص يلي يعني شو اللي بيميزهم حتى نوجدوا بهالكتاب؟ هي الفكرة كانت موجودة وتبلورت، وقررنا انه الحلو نضوي على كثير شخصيات نحكي عن اعمالهم. باي مجالات؟ بكل المجالات. كان المجالات هن كل القطاعات، كان في عند معي سفراء، اناصيل، حكماء، مهندسين، مصمم ازياء العالمي، كان معي كمان عبد محفوظ، وكثير اشخاص وسيدات اعمال كمان. الكتاب بعده اكيد موجود. نعم، اللي بده يحصل نعم عليه موجود بالمكتبة. نحن هو انعمل خاص وتوزع، توزيع منه للبيع ابدا. ابدا. طيب من الكتاب يلي بلش اذا من سنه هالمؤسسه، انما اتطورت واليوم انتم موجودين بمجال التشجير والطبيعه والى اخره، كيف حتى انتقلتوا؟ نحن اكيد عم نحضر للجزء الثاني، ونحن عم نحضر للجزء الثاني حبينا نضوي عن سياحه لبنان ومناطق لبنان كمان. مشان هيك قلنا خلينا بالجزء الثاني نزيد هالشيء. بعدين صادفنا المشكله يلي انت بتعرفي، مؤخرا خلال هالسنه سمعنا كثير اخبار سيئه عن البيئه. هيدي الاخبار يعني مثل ما بقولوا حطت شي فينا هيك، انه لا، لازم نحن حتى نظهر ان كان بلبنان ولا برا، فرجي نضوي على شيء حلو لبلدنا، نرجع هالخضار لبلدنا. قلنا خلينا نزرع ونضوي على مناطق كل لبنان. طيب نحن عنا لانه كليب صغير بدنا نحضره. نعم. نشوف شو هو ونرجع منتابع. كثير بنهتم بالبيئة. نحن كبلدية سن الفيل صار معروف عنا مداخلنا خضراء، وين منلاقي متر منحط فيه شجرة. أهم شيء هذا الموضوع اليوم بلبنان، لأنه البيتون أكل الدنيا، وعلى الأقل البلديات تهتم بهذا الموضوع تحديدا. ولما نعرض علينا المشروع نحن كنا سباقين، أنه تلقفنا هالمشروع هيدا، وراح تكون البداية من عنا يعني بالتعاون مع جمعية آفاق. ونحن عنا غابة، إذا قلنا حق نسميها غابة، يعني 33 ألف متر بالنسبة لسن الفيل مهمين، زرعناها كلها وصار في عنا شوية أخطاء بالزرع. هلأ إن شاء الله مع الجمعية بنصحح يعني إعادة تأهيل هالمساحات الخضراء اللي عنا إياها. بالريبورتاج اللي كنا عم نشوفه في تعاون بينكم وين بين بلديه سن الفيل، كيف حتى بلش هالتعاون؟ وبلشنا كنا عم نشوف يعني عم نزرع. اوكي، نحن بالمبدا رح نكون على كل مناطق لبنان، بس بلشنا انطلاقا من بلديه سن الفيل يلي هي بتلحق كمان قريبه على بيروت. اكيد هلا فيه معروفه حرج ثابت بحرج صنوبر، تاملنا من وزاره الزراعه 100 صنوبره وانتقلنا لهونيك
وسلمناهم للرئيس البلدية بحضور الرئيس والعدد من الأعضاء كانوا موجودين وناس هن بخصوا بالزراعة. طيب نحن اليوم وقت اللي عم نحكي عن إعادة تحريش وعم نحكي عن أشجار وهيك أكيد في ناس لازم تعرف شو تختار وأمتين يصير الزرع وإلى آخره حتى ما تروح الحملة يعني ما تكون بوقتها والأشجار ما تقدر تاخد بالأرض، صحيح؟ كمين عم بيشتغل معكم على الأرض؟ أنا معي المهندس مارك بيروتي، وبالحفل لما كنا أطلقناه بشهر حزيران 2016 كان معي مداخلة كمان للمهندسة ألين صقر، هي ممثلة كانت عن وزارة الزراعة، وديزيري كمان أزي، وسمر عشقوطي المهندسين. ونحن بالطبع هالشي ما عملنا إلا ما توجهنا على وزارة الزراعة، ورجع مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود المهندس هو يلي وجهنا بالطبع عند ألين صقر وقالنا نحن تحت تصرفكم، نحن مع زرع أشجار ومنشجع كل مواطن بهالفكرة الحلوة. طيب هلأ لكن بلشنا بسن الفيل، بس هذا الشيء بيعني أنه عندنا بعد نشاطات ومشاريع مقبلة، كيف شو المخطط لإلها؟ بالطبع هلأ نحن شو اللي عم يتوفر بوزارة الزراعة على أساسه منستلمه ومنتوجه على المناطق. هلأ نحن عم نتعاون مع البلديات، أنت بتعرفي الشجر يلي على الساحل غير الشجر طبعاً. يلي بده ينزرع بالجبل طبعاً. بالجبل في عنا الأريز على الساحل، عندك الزيتون الشربين عدة أنواع شجر وبالدور بتعرفي على مواعيد، يعني مش انه في شيء بقول لك مثلا بكره عندي بلديه، بس بالطبع هلا حكينا بلديه جونيا، بلديه بيروت، بلديه جبال، طلعنا عند الرئيس كمان حوات وقلنا كلهم رحبوا بالفكره، بلديه دبي، بلديه الحزميه، كتر خير الله. بس رح اقول لك كمان نحن طالعين على الشمال، رايحين على الجنوب، ورايحين على البقاع، يعني لبنان كله رح نغطي باذن الله قد ما فينا حتى يكون في هالحملات اليوم. المؤسسة إذا عم تقولي إلى سنة نعم. مين بتضم؟ يعني الفريق العمل شو حتى عم يعني تطلعوا بهالأفكار؟ مين معي؟ أوكي، هو بس بدي أقول لك هي المؤسسة والشغل كله أنا. يعطيك ألف عافية بالصراحة. ولما إجت الفكرة وتقررت كمان هي، هلأ بالطبع الأمور مثلا تدقيق النصوص، مراجعة نصوص للكتاب اللي عم بعمله، أكيد معي أكيد عم بيساعدني لهالمواضيع، المهندس مارك بيروتي بيساعدني كمستشار وكمهندس بالزراعة، في كتير ناس حتى صحفيين وإعلاميين أنا شكر كتير كبير لإلهم لما مواكبتهم لإلي. بس بدي اقول لك شغله، هو الشخص الاساسي، وفي امور انا كمان بالطبع النقل وكثير امور يعني بنجبر انا كمان اتحملها، وكتر خير الله مبسوطه طول ما عم نقدم شيء للبنان ونفرج هالصوره الحلوه للعالم، نحن حاضرين الجزء الثاني من الكتاب امتين باذن الله اخر السنه، ومن بعده رح ننطلق لبرا ويكون نحمل هالكتاب وهالزواده ونفرج بلدنا عن الزراعه رغم كل الظروف يلي عم بتصادفنا، عم نفرجيهم. صحيح نحن عندنا نزلات بس طلعتنا نحن موجوده. اهلا وسهلا فيك، ميرسي لك على وجودك معنا اليوم. ميرسي، انا بدي اتشكر معالي وزير الزراعه، بدي اتشكر كمان مدير عام وزاره الزراعه لويس لحود، المهندسه الين صقر، مارك بيروتي، وبالطبع كل الصحافه والاعلام ومحطة التلفزيون المستقبل. أهلا وسهلا فيك. عالم الصباح وأجندة وزينة جانبي. شكرا لإلها ولمواكبتها. أهلا وسهلا فيك. خليكم معنا مشاهدينا، رح نتوقف نحن وياكم للحظات قليلة ومنرجع منتابع فقرات.